كانت الأمم المتحدة قد حذرت من مغبة نفاذ الوقود في قطاع غزة في غضون 3 أيام، مشددة على وجوب السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر من القوات الإسرائيلية. وأوضح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أنه بدون وقود لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز قادرة على العمل. وأكد لازاريني أن وكالة الأونروا تستضيف في الوقت الحالي أكثر من 500,000 شخص من أصل 1,000,000 نازح في جميع أنحاء قطاع غزة.